البنات ومرحبا بكم تاني في القناة ديالي، ترحب بكم كاملين. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معاكم الكراميل. غنعطيكم جوج وصفات تاع الكراميل، تنتمنى تعجبكم. دائما تنوحلو في الكراميل، واش كاين في الدار بغينا نديرو لاكلاص خاصنا الكراميل، بغينا نديرو الحلوة خاصنا الكراميل. اليوم انا غنصوبو معاكم في الدار، بقاو معايا نوريكم التحضيرات ديالو. البنات غنوريكم المقادير ديال الكراميل. الاول غناخدو ان شاء الله كاس تاع الحليب، كاس وربع، انا درت العبارة هنا كاس وربع. وغناخد كاس تاع السنيده، غناخد معلقه تاع مايزينا، غناخد معلقه كبيره تاع الزبده. هنا البنات معلقه كبيره تاع مايزينا وحده فانيا. هادو هما المقادير البنات. غناخد السنيده ديالي غنديرها في المقله وغنحطها على النار، غنخليها تذوب تتولي كراميل. البنات هانتوما حطيت فوق عافيه مهيله، حطيت السنيده ديالنا، ما تزيدوا لا ما لا والو. صافي غنبقى نتسناها تترجع ليا كراميل، ما تحركوا ما والو. هانتوما البنات خليوها بحال هكا تترجع كراميل، ورجع معاكم المكونات اللي عندي معاها. هانتوما البنات هاو السكر ديالنا صافي ولا كراميل. دابا غادا نزيد عليه معلقة تاع الزبدة. في نفس الوقت نتوما ديروا الزبدة ونتوما تتحركوا. هاو تحركوا البنات مزيان باش ما يتلصقش، ما يلصقش مزيان. البنات هانتوما تتبقاو في الكراميل تحركوا تحركوا مما يسخن ليا الحليبه شويه. انا درت الكاس الاول اللي كان عامر هو اللي درتو يسخن، غادي يسخن ليا شويه باش نخوي فوق الكراميل. صافي تبقاو تكونوا في التدريب شوية شوية شوية. هنا البنات هانتوما غادا نخلط دابا، هنا غنخلط هاد الكاس اللي بقى عندي هنايا اللي فيه شويه تاع الحليب، غنخلط معاه مايزينا. نخلط مع الحليب ومع فاني. صافي غنخليه ابار من الكراميل ديالي يدير مع الحليب. غنبقاو نخلطو بشويه بشويه الحليب والكراميل، تيذوب تيذوب الكراميل ديالنا بشويه بشويه. واخا تشوفوه عقد شد في روحو ولا بحال جمد جمد، لا بقاو معاه بشويه بشويه تيطلق عاوتاني. انتوما شتي تنبقاو نخلطو نخلطو بشويه بشويه حتى يرجع لطبيعته. دابا البنات غادا نخوي الحليب اللي درت فيه مايزينا و وفانيا. صافي غنبقى نخلط. هانتوما البنات راه بقينا تنخلطو في هداك الكراميل ديالنا تطلق عاوتاني. دابا فاش زدنا عليه مايزينا والحليب اللي هداك شوية الحليب اللي درنا معاه، غنبقاو نخلطو شوية يشد في روحو. صافي ونطفيو. من بعد ما قلا البنات صافي غادا نطفي عليه، خاصو تيولي يغلى بحال هكايا. صافي وطفو عليه وخليه يرتاح على خاطرو. غنوريكم النتيجة الأخيرة وبالصحة والراحة. هاهو الكراميل ديالنا وجد، هاهو
وجد، تبعوا الوصفه كي عطيتكم، ناجحه 100% البنات، تبعوها. دابا غندوز معكم الشكل الثاني، غندوز معكم كنا في الكراميل، دابا غندوز معكم الشكل الثاني، الحليب المركز نيسلي. غادي نبغي فيه كاس تاع نيدو، حليب نيدو كاس، ونبغي فيه كاس تاع السنيده، ونبغي فيه كاس الا ربع تاع المدافي. هادشي كامل غنخلطو انا، كلشي غنخوي في الدراب، غنخوي في الماكينه ديالنا. الماء صافي، غنخليه يطحن، كلشي غيطحن دقه واحده. البنات هنايا انا طحنتو مزيان، صافي خويته في الكاسرونه ديالي. دابا شعلت عليه العافيه قليله تاعي، ونخليه تيغلى ونطفي عليه. اي غلى البنات نطفي عليه. صافي هنا هو وجد عندنا، من بعد ما غلى صافي غنطفي عليه البوطه، صافي غنحطو نخوي في كاسرونه تيبرد. البنات هو نيسلي تاهو وجد عندنا. تنتمنى هاد الوصفه البنات تعجبكم، تنتمنى ما تنساوش اللايك والاشتراك وتدعموا هذه القناه. انا درت معكم اليوم نيسلي، ودرت معكم في نفس الوقت كراميل. تنتمنى البنات ما تنساوش اللايك والاشتراك، دعموا هذه القناه، ومرحبا بكم، وعواشركم مبروكه، وعيدكم مبروك، مع فيديو جديد ان شاء الله، مع وصفه جديده. مع السلامه.